أهلاً بيكو في حلقة جديدة من برنامج الأجزخانجي، معاكو دكتور أحمد دياب، والنهاردة هنتكلم عن موضوع قطرات العين. ولما نقول أدوية تخص العين يبقى لازم نتوخى الحذر جداً، علشان إحنا بنتعامل مع عضو في جسمنا حساس جداً، عضو جزء منه بالفعل يعني متعرض للبيئة الخارجية، وجزء منه الأكبر جوه الجمجمة. هيكل العظمي بتاعنا ده كله جوانا، الأعضاء كلها المهمة أو الفايتل، بس العين فيها جزء متعرض للبيئة الخارجية، وده بيخلينا لازم ناخد بالنا جدا 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 وإحنا بنتعامل معاه، خصوصا في الأدوية. أدوية القطرات للعين لازم تكون على درجة معينة من التعقيم. التعقيم اللي هو ازاي؟ يعني زي الأدوية اللي بناخدها في الوريد وفي العضل والحقن والكلام ده. بالفعل أدوية العين من قطرات ومراهم لازم تكون على درجة معينة، أكيد أقل تعقيماً من أدوية الحقن العضلي، وأكيد أقل تعقيماً من أدوية الحقن الوريدي، بس هي كمان لازم يكون عندها حد أدنى كده من التعقيم، علشان لو هي مش معقمة بالصورة الكافية هتعمل لك التهابات جامدة جدا في عينك واحمرار، وهتدخلك في مشاكل كتيرة جدا. القطرات زي ما احنا عارفين في منها بيبقى قطرة للجرعة الواحدة سنجل دوز بتستخدمها وترميها، وفي منها مالتي دوز بتستخدمها اكتر من مرة. القطرات المالتي دوز الاستخدام اكتر من مرة هي اكتر قطرات معروفة وأكثر استخداماً، وتقريباً كلنا تعرضنا ليها قبل كده. فعلشان نحافظ على الدرجة بتاعة التعقيم اللي في القطرة أو في الدواء اللي بتحطه في عينك ده، لازم يكون في مادة حافظة في القطرة بجانب المادة الفعالة الموجودة أصلاً في الدواء. يعني إزازة القطرة اللي انت بتستخدمها دي بالفعل فيها مادة حافظة بتقتل أي ميكروب يخش لإزازة القطرة بتاعتك، وكمان موجود فيها المادة الفعالة طبعا اللي هي الدواء. طيب أنا أعمل إيه علشان أحافظ على إزازة القطرة بتاعتي دي من التلوث، وفي نفس الوقت في كام حاجة كده لازم أخدها في الحسبان وأنا بستخدم القطرة بتاعتي؟ أول حاجة لازم نحطها في الاعتبار هي إني أخد بالي من الجرعة بالنقطة. دكتور العيون بيبقى كاتب لك مثلاً إن الجرعة بتاعت الدواء أو القطرة دي نقطتين ثلاث مرات مثلاً لمدة أسبوع، فأنا مش مستحب خالص إن أنا أزود عدد النقط بتاعتي. أكيد مش هخف أسرع، عيني مش هتخف أسرع لو زودت عدد النقط. إحنا بنتعامل مع إزازة القطرة إن هي مش دواء، حاجة حطيتها في جيبي كل ما عيني تحمر، كل ما عيني تاكلني شوية أحط منها، بمجرد ما أحط عيني بتخف، يحصل انقباض في الأوعية الدموية اللي في العين والإحمرار بيروح في ساعتها. لسهولة استخدام القطرة ولسرعة مفعولها إحنا بنسيء استخدام قطرات العيون، وده ممكن يسبب لنا مشاكل. فرجاء لازم نتوخى الحذر زي ما انا قلتلكوا في قطرات العين، علشان دي عينك، ولازم ناخد الجرعة المقررة بعدد النقاط المعين. بتفتح العين تعمل فيها باكت كده الجفن السفلي للعين، وتنقط عدد النقط او القطرات اللي مكتوبة لك في الروشتة، ما تحطش زيادة زي ما انا ما بقولك. حتى جفن العين او الجيب اللي بتعمله في عينك ده بيستوعب على الاكثر نقطتين، فأي نقط زيادة انت هتحطها هتنزل على خدك، فمش هتبقى مفيدة ابدا لعينك، فخدك هو اللي هيستفيد بالدواء، فمش شطارة ان انا احط نقط قطرة زيادة. تاني حاجة لازم نحطها في اعتبارنا واحنا بنتعامل مع القطرات، اني احط القطرة في العين المصابة فقط. يعني انا لو عندي مشكلة في عيني الشمال والدكتور كتب لي قطرة في عيني الشمال عدد نقاط معينة التزم بيه، ما احطش في عيني اليمين برضه. لو عينك اليمين ما فيهاش اي مشكلة ارجوك ما تحطش فيها اي حاجة وسيبها كويسة زي ما هي. انواع القطرات اللي موجودة عندنا في السوق في انواع كتيرة جدا، من ضمنها زي ما انا قلتلكوا قطرات الاحمرار والتهابات العين، ودي اللي اتكلمنا فيها ان احنا ممكن نسيء استخدامها ونستخدمها بطريقة مش صحيحة. في كمان قطرات لجفاف العين. أيوة، جفاف العين. الغدد الدمعية عند كبار السن ساعات بتبقى عندها مشكلة في إفراز الدموع الطبيعية، والدموع الطبيعية دي بتكون مهمة جدا لغسيل العين،
بما ان عندهم مشكله في افراز الدموع الطبيعيه في قطرات اسمها الدموع الاصطناعيه والارتفيشال تيرز. دي بتبقى عباره عن اي لوبريكنتس او قطرات لعلاج جفاف العين. كمان عندنا قطرات لعلاج الجلوكوما او الميه الزرقاء، زياده ضغط العين، واحنا عارفين ان زياده ضغط العين من الامراض الخطيره اللي لازم اتوخى الحذر جدا جدا والتزم بالجرعات بتاعه القطره بخصوص الجلوكوما او ارتفاع ضغط العين. في كمان عندنا مضادات للبكتيريا على هيئه قطرات وغيرها وغيرها من انواع القطرات موجوده في السوق عندنا، لازم كلنا ناخد بالنا من الجرعه بتاعتها، وزي ما قلت لكم ما احطش نقط في عيني وخلاص. من الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها جدا وانا بحط القطره في عيني اني اتجنب لمس راس القطره، القمه بتاعه القطره دي اتجنب اخليها ما تلمسش العين او الجفن او الجلد او اي سطح، ما اتجنب لمس اي سطح علشان احافظ على الحد الادنى من التعقيم اللي احنا قلنا عليه في اول الحلقه. طب هو هيحصل ايه يعني لو لمست عيني او لمست جفني؟ ممكن الجفن يكون شايل مايكروب معين او العين شايله مايكروب معين، انا كده بنقله مباشره الى ازازه القطره. الله، مش انت قلت ان هي فيها مواد حافظه وهتقتل لي الميكروبات؟ ايوه، بس مش معنى كده ان انا ادخل فيها مايكروب جاهز كده. لو هقدر اتجنب ان انا ادخل فيها مايكروب اعمل كده فورا وما اخليهاش تلمس اي سطح، حتى لو صباعي وانا بقطر في العين اتجنب برضو لمس الصوابع والاظافر لقمه القطاره اللي هي بتبقى على شكل بيبات كده او شكل مخروطي كده صغير. هو ده اهم جزء في القطره، ان هو اتجنب ان هو يلمس اي جسم ايا كان ايه هو. كمان لازم اخد بالي ان ازازه القطره ساعات بيكون مكتوب فيها ارشادات، الكرتونه اللي بره دي بيكون مكتوب عليها ارشادات احنا كلنا بنسهو عنها وما بنقراهاش، تكاد تكون الارشادات دي مهمه جدا ولازم اخد بالي منها. الارشادات دي مثلا زي ايه؟ لازم احافظ على القطره بتاعتي في الثلاجه، علشان لو حطيتها في درجه حراره الغرفه مثلا اللي هي تكون تقريبا بتكون 20 درجه مئويه، الماده الفعاله ممكن ما تكونش فعاله اصلا، وكمان الماده الحافظه اللي في القطره دي ممكن تتلف، فبالتالي القطره كلها هتتلف. فلازم اخد بالي وراعي ان لو مكتوب على القطره انها تتحط في الثلاجه فاحطها في الثلاجه على طول. في نوعيات من القطرات بيبقى مكتوب عليها زي أدوية الكحة كده، رج الزجاجة قبل الاستخدام، بس دي أنواع قليلة شوية، لازم برضو أحط ده في الاعتبار. ورج إزازة القطرة غالبا بيكون معلق الدواء، نوعية الدواء اللي جوه بيكون معلقة، فلازم أرجها كويس علشان أعرف أخد الدواء بصورة سليمة وما يفصلش عن محتوياته. من المعلومات كمان اللي بتكون مكتوبة على علبة الدواء تاريخ الانتهاء والصلاحية، ودي نقطة مهمة جدا 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 بخصوص القطرات. غالبا تاريخ الانتهاء والصلاحية ده بيكون سنتين لثلاث سنين، فأنا بكل سذاجة بفتكر إن بعد ما استخدم القطرة بحطها في التلاجة لمدة ثلاث سنين عادي جدا وممكن أعاود استخدامها في أي وقت. لا، ده طبعا مفهوم خطأ جدا جدا. مدة الصلاحية بتاعة القطرة دي بتكون قبل فتح الزجاجة، يعني لو هي موجودة في الصيدلية مقفولة زي ما هي كده ممكن تقعد سنتين وتلاتة، لو انت خدتها واشتريتها واحتفظت بيها مقفولة من غير ما تستخدمها في التلاجة سنتين وتلاتة هتفضل زي ما هي، لكن اول ما افتحها واستخدمها ما ينفعش استنى سنة واستخدمها تاني، خلاص خلصت الكورس العلاجي بتاعي بالقطرة، مش مسموح لي ان انا احط حاجة في عيني عدى عليها سنة مفتوحة مع اني قافل الغطا وحطيتها في التلاجة وكل حاجة، بس بعد سنة بيحصل تراكم اكيد للميكروبات في الازازة دي، بتكون خطر جدا على اي مستخدم. لو لازم الامر مثلا ولا قدر الله عملت جراحة في عيني مثلا زي جراحات المية البيضاء او غيرها لجراحات العين، الدكتور بيكتب لي مثلا مجموعة من القطرات اخدها مثلا حتى خمس مرات في اليوم. انت مدرك ان انا ممكن يكون مكتوب لي في روشتة ثلاث أصناف قطرات باخدهم من أربع لخمس مرات في اليوم، ومرهم كمان ممكن أحط في الحالة دي. لو لازم الأمر إن أنت تستخدم أكتر من نوع قطرة في يوم واحد بعدد جرعات متعددة، لازم تاخد بالك وتحط القطرة الأولانية وتستنى 15 دقيقة على الأقل وبعد كده تحط القطرة التانية.
يعني تفصل ما بين أنواع القطرات لمدة على الأقل ربع ساعة، علشان لو حطيتهم ورا بعض القطرة التانية هتمسح وتغسل القطرة الأولانية وكأنك حطيت القطرة التانية بس. فلازم ناخد بالنا لو مكتوب لي أكتر من قطرة أفصل ما بين القطرات مدة لا تقل عن 15 دقيقة. مرهم العين لازم أستخدمه فقط بالليل، علشان مرهم العين ده بيتحط على الآي بول أو على كرة العين كده، بحط شريط جوه العين بالفعل ولازم أقفل الجفون بعديها، فبالتالي أنا مش هعرف أفتح عيني. طبعاً عيني هتكون ملبكة ومش البصر مش هيكون في أحسن حالاته بالمرة، فعشان كده يستحب أستخدم مرهم العين ده قبل النوم علشان أضمن أني أكون قافل عيني لفترة طويلة والمرهم يمتص بسهولة جداً في العين. هنكمل كلامنا بخصوص القطرات ومراهم العين بعد الفاصل، فأرجوكم ابقوا معنا.